غاب زكريا كتير من الرب الحنان يعطيه ولا صغير علشان يبقى فرحان. كان في الهيكل بيبخر بشريا ظهر له ملاك الله وقال له يا زكريا يا رب احنا عبيدك بيصلي وتسمعنا نطلب من غيرك تدينا وترشدنا. الرب سمع طلبك وعمل معك احسن وابنك هيكون اسمه يوحنا المعمدة. ومحكي لهم غرفه
لما كان اليوم الثامن جاءوا ليفطنوا الصبي وكانوا يدعونه باسم أبيه زكريا. فجاء الأم وقالت له كلا لكنه يدعى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك يدعى بهذا الاسم. ثم أشار إلى أبيه ما يريد أن يسميه فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجمع وفي الحال فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فحل خوف على جميع جيرانه وتحدثه بهذا في كل جبل يهودا. وكان جميع الذين سمعوا يفتكرون في قلوبهم قائلين ما عسى ان يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه. Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son, and her neighbors and his folk hear that the Lord had shown great mercy to her. And they rejoiced with her. And on the eighth day, they came to circumcise the child. And they would have named him Zechariah after his father. But his mother said, not so, he shall be called John. And they said to her, none of your kind is called by his name. And they made sign to his father, inquiring what he would have him called. And he asked for a written table and wrote, his name is John. And they all marveled, and immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke blessing God. And fear came on all the neighbors, and all those things were talking about through all the hill country of Judea. And all who heard them led them up in their hearts, saying, what then will this child be? For the hand of the Lord was with him. Weeks before Christmas. It's a man just
Think about that. Why our church suffered before Christmas 4 weeks? أنا برأيي أنا أعلم عن داخل يعني مو اجتهاد أنا أعيش في داخل أربع أسابيع حلوة رقم أربعة حلوة معناتها أنهم أربع جهات العالم ينتظرون الخلاص ينتظرون الخلاص لهذا السبب الكنيسة الفلدانية في فقصها خلت أربع أسابيع حتى تجمع لأنه الخلاص ما إجا إلى منطقة معينة أو إلى شعب معين الخلاص لكل المعمور مثل ما قال الملاك أنا أبشركم بفرح عظيم للعالم كله ما بس قلل للعالم معناته أربعة هي الجهات الأربعة أنه تنتظر خلاص يسوع وايت فور ويكس بيفور كريسمس just in my idea still in my mind that's meaning for the whole world north south east west they wait for salvation of the Christ because the word of God becoming human and living with us that human has become to see us اليوم لازم نقول بهاي الفرحه لان نتخيل بس اليوم دا شوف احنا we begging people to come to the church we begging but by registering on it اليوم ما كنا ناس ليش why there's no people in the church why they scared and hopefully they scared on Christmas too we'll see what's going to happen on Christmas Eve or Christmas Day they're going to keep going and when I want to come why Jesus is born only on Christmas every Sunday we celebrate the mass Jesus is there it's not only for Christmas هاي مشكلة مو بس هنا بكل العالم. كنايس هسا they are so busy shopping Christmas. When you buy gift for Jesus, when you give to Jesus for this day, special day for him, when you want to give, اليوم ماري رفع على راحلي وقت الكريسماس. اليوم إليزابيث her time came. إيش ده يقصد بالوقت اللي her time؟ What's meaning for the her time؟ شنو معنى الوقت وصل مال إليزابيث حتى تولد؟ شنو معنى الوقت؟ أي وقت يقصد فيه؟ What's the meaning of the time for إليزابيث؟ شنو معنى هذا الوقت اللي وصلته؟ يلا برداني؟ ولو نحن بالجيش لما نبرد شو يسوون أو بالصف بالمدرسة؟ يقولون قوم اقعد قوم اقعد طبعا أقول قوم اقعد قوم اقعد What do you think? شنو هذا الوقت اللي قصده الإنجيل اليوم؟ لأنه وقت حان وقت الإصابات انتلت يقول وحان زمان الإشتعال انتلت فولد ابن وسنة يوحنا يوحنا يسمونه شنو هذا زمان؟ شنو الزمان؟ الله ما يحدد في وقت الله ما يحدده في زمان الله مفتوح زمان الإشتعال اليوم هو الزمان رفع العار عنها إلى وصل العاقب إلى وصل عمرها كبير هذا الزمان اللي حل الخلاص لإليزابيث وزكريا. زكريا كان يدخل التحت الأول من البشارة، زكريا دخل إلى الهيكل حتى يقدم الخدمة. ظهر فجأة الملاك. فجأة الملاك ظهر إلى زكريا، بشره وخلانه أخرس، 9 أشهر قضية زكريا ما أخرس. لا، مو أخرس. أنا أقول صحيح ما كان يتكلم دخل في عمق سر الإلهي حتى نتأمل بكلمة الله اليوم احنا محتاجين حتى ندخل في عمقنا يكفي نحكي يكفي مثل ما قلت احد الماضي خلينا الناس حتى نبقى silent just listen the word of God keep silent you put the mask in your mouth they don't put mask in our ear they put in our mouth Just listen, because it's going to happen as a big, big, big things for these days coming. The Word of God become human. Wow! It's amazing. Allah يتحدث مثل ما قلنا البارحة بالمحاضرة كان يتكلم الرب مع الشعب بالعهد القديم واسطة أنبياء ورسل دزمون.
بس اليوم وجها لوجه. Before the Old Testament came out, a lot of prophets came to talk to the people. A lot of messages by prophets. But today, he's talking face to face. هاي حلو بينا. Face to face. بواجب يسوع. اليوم حان زمان الإصابات دخلت في الأرواح. السؤال الغريب صراحة إجا في بالي اليوم أنه أحد الماضي لما إجا ملاك بشر مريم العذراء وقال لها ها إن نسيبتك إليصابات حملة في شهرها السادس. فلما راح الملاك من عندها قامت مريم وذهبت إلى بيت إليصابات. لو نقرأ الله في إنجيل لوقا اليوم ماكو مريم، ما موجودة مريم. Last Sunday we mentioned about Virgin Mary after appeared to her the angel Gabriel and he mentions here your niece Elizabeth. She's pregnant. This is the sixth month. But today he never mentions about Mary. Where she's married, where she is. The Bible never mentioned about Mary. But she stayed with her 3 months. Right? الإنجيل ذكر لحد الماضي بقيت عند إليصابات 3 شهور. Then when have you مريم ماكو؟ ماكو مريم. لأنه مريم ها أنا أمة الرب فليكن بحسب قولك. جلسة مريم في تأمل عميق لأنه أخوتي بيصير حدث كبير. إحنا الشيطان بيسحبنا. هاي خايف من عندها اليوم. الشيطان سحبنا بيسحبنا. هل زينة هل زكرشة هل ديكوريشن هل شوبينج. الله we preparing shopping, we preparing clothes, we preparing food, we preparing everything, but we don't preparing ourselves to Jesus accepted in our lives. متى بتسب يسوع حياتنا حتى يكون في ولادته في قلبنا؟ لأنه انتبهتوا بالنص. فكانوا يفكرون في قلوب ما يقولون، ما قالوا في عقلهم. التفكير بالعقل مو بالقلب. ليش اليوم؟ يريد قلوبنا صافية. كانوا يفكرون في قلوبهم. قلب، اليوم قلب هو مركز المشاعر والأحاسيس والعاطفة كلها. ما قالوا يفكرون بعقلهم، انتبهتوا؟ هاي النص اليوم غريب. وين عقلك يا زكريا؟ وين عقل يا إليصابات؟ وين عقلنا احنا اليوم؟ من هذا السر الإلهي ذي الجلة. كثير مهم. فزكريا صحيح ما كان يحكي بس كان يتأمل. شلون صار هذا الشيء؟ يتأمل 9 أشهر. زكريا بالشرع اليهودي زكريا يبعد ويا رياجي والإصابات كانت ويا النسوان. وكل شعب كان يعيرها الإصابات لأنها وصلت إلى عمر ما عندها أولاد. وزكريا كان كثير متضايق لأنه ما عنده أولاد، منو راح يشيل اسمه؟ هو كاهن، يعتبروها في ذلك الزمان لعنة. لعنة أو عنده مشكلة. لما ولدت الإصابات ما شاء الله الإنجيل شو يقول؟ جيرانها وقاربها كلهم مجاوبين. انترس البيت فرحة كبيرة. All the neighbors and related with Elizabeth when they hear that Elizabeth she has a baby, everyone they come to listen to her and to name it. انتبهوا يردون يخلون اسم للطفل. ما يقدرون يخلون اسم الطفل. الأب والأم كثير مهم. دور الأب والأم. فهنا يتأملون. مريم ماكو اسمها بس موجودة ضمنيا موجودة لأن هي خدمة الإصابات في آخر 3 شهور. هي راحت عندها. بس الإنجيل ما خلانا يعني أنا أشوفها واو ليش ما موجودة مريم؟ ليش ما ذكر مريم كانت موجودة؟ بل إحنا النص أحد الماضي ذكرها لوقا. بس اليوم يريد يكمل الأحداث ويريد يشوف تدخل الشعب بالهيكل. انه زكريا هو كاهن ريت يوحنا ليس ياخذ اسم ابوه زكريا. They name it after his father. Why? Why they name it after his father? To take his name. Why? ابوي اسمه قرقيس ما اخذ اسم قرقيس. ابوي موظف انا مو شرط اصير موظف.
طلعت علي عكس طريقة الرؤيا. ومع العلم أكيد هسا وقت كثير بذكر الصبح يوما، فبصراحة قبل الرسامة الكهنوتية مالتي بدي أدخل بالباب مال الكنيسة حتى نصوت الرسامة، بدي ندخل بالمسيرة بالسياح، كان يلزمني من ورا قال لي بليز لا تفوت، قال لي لا تفوت، لا تكون كاهن. قلت له لا هذا الطريق. واليوم أنا صرت كاهن، يوحنا المعمدان طلع ما صار كاهن، راح البرية يبشر. شوفوا عكس الأب، إرادة الأب. ليش؟ لأنه الشعب والعلاقات والجيران كلهم يريدون يمشون زكريا على مزاجهم، يريدون يمشون ربنا على مزاجهم. الكاهن هو مو قياس الشعب، مثل ما ذكرتها بالمحاضرات واللقاءات القادمة الماضية، سوري اللقاءات الماضية، أقول الكاهن هو راعي لهاي الرعية. The priest is a shepherd is guiding the sheep. The all falls is guiding. If the priest following the sheep, they can lose both. إذا الراعي يروح وراء الخرفة مالته راح يضيع. لازم هو يمشيهم. هو يمشيهم. وراح يجي مثلا الراعي الصالح إن شاء الله نتكلم عنه بصورة أوسع. فهنا أنا ليش يسمون زكريا على اسم أبوه؟ ليش؟ Why you name it Zechariah after his father? Why? There's no one in your neighbors or related is called John. Why you call him John? God wanted. God wanted this name, not you. اليوم الله يشوف شو يريد من عندنا. لازم كل واحد يحمل هذا الاسم يشوف إرادة ربنا بحياته. As Mary said, I'm a servant of God, handmade of his hand. I'm a servant of God. Yes, everything is possible with him, with God. اليوم هاي هي رسالتنا اليوم. هالنقاط اللي ذكرتها ليش أربع أسابيع؟ ويردون كلهم يسمون يوحنا حتى يمشوا على قياسهم. وهي غلط، هاي غلط. زكريا حتى مع الإصابات ما وصلوا نتيجة مع الإصابات تكفي. قالت لا يسمى يوحنا. خلينا نرمز إلى زكريا. راحوا على زكريا ما يعرف صار ويا الاصابات، اكيد لانه الاصابات واحد والنسوان واحد والرياجيل واحد. راحوا على زكريا، شنو يريد يسميه؟ قال يوحنا. اذا مريم بوث اليزابيث اند جون زكريا بوث اوف ذم ذي نيم جون بيكوز بوث اوف ذم ذي فولوينج جاد رايتشسنس از فولوينج. كل عمرهم ما شكوا بإرادة ربنا، كل عمرهم كانوا بارين أمام الله، ما أمام الناس، أمام الله. فاليوم هاي هي إحنا لازم نكون هالبراءة، هالقداسة، كونوا قديسين، كونوا كاملين حتى نتبع يسوع. أخوتي خواتي اللي قاعدين معنا واللي دا يشاهدون عبر صفحة الكنيسة، أتمنى فكروا في قلوبكم. Thinking by your heart, not by your brain. لأن الـ heart هو مركز المشاعر والأحاسيس والعواطف كلها. لازم نفكر بقلوبنا، لا نفكر بعقلنا، لأن الله فحص القلوب والكلى ويعرف احنا شو نريد. فهنا خلينا نتهيأ لميلاد يسوع ونفكر شوية، ندخل بهذا السر الإلهي، نتعمق، نقول يا رب أنا بصيرتنا، مو عيوننا، بصيرتنا، حتى نشوف عمل الخلاص في حياتنا.
المتواضعين.